safety overs. Today we will رح ناخد تكملة الريفيو لunit 5. احنا بunit 5 اوكي. تذكروا شو اخذنا؟ اخذنا الفوكابيولاريز، اخذنا جرامر. طيب اليوم رح ناخد مراجعة على فونكس اوكي. فونكس open your book page 39. What about the day? 1st of December. يعني الأول من December. Okay? Let's see. Look at these pictures. طلعوا لي على هاي الصور. Q R S T U. Q Q Q Queen. Queen. Q Queen. R Rabbit. Rabbit. R Rabbit. S Sofa. Sofa. T Teddy. U Umbrella. Okay, so let's see. أول كلمة حكينا. طبعا انتو عارفين أهم إشي بالفونكس بدكم تركزوا عليه يا ناس هو كالآتي. شوفوا هذا الحرف بدك تكون عارفه. أوكي أهم إشي نعرف شو هو هذا الحرف. ما صوته؟ ما صوته؟ كيو كيو كا 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 كيو كا 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 كيو. تمام. R R R R شو صوته؟ R R R S S T T U U. So Q Queen مثال عليها Queen. طيب كيف رح يجي مثلا السؤال؟ رح يجي كالآتي فراغ وين وين. ما الحرف الناقص يا أول؟ ما الحرف الناقص؟ هل هو P؟ لا. هل هو A؟ لا. إذا ما هو؟ إنه Q Queen. لتكتمل الجملة الحرف الناقص هو Q. فعلى هذا الأساس راح تيجي الأسئلة. إذا إحنا بدنا نركز على الحرف وكيف تكتب الكلمة الكلمة. لأنه راح أجيب لك مثلا فراغ هون هيك وهيو O F A. لحالك راح تعرف إنه هون S S راح تكمل معنى الكلمة سوفا سوفا. طيب خلينا نحكي عن معانيهم. Queen ملكة ملكة. Rabbit أرنب أرنب. طيب سوفا اللي هي مثل كنباية كنباية كنبة كنبة أوكي أو صوفاية هيك بسموها. طيب تيدي دبدوبي دبدوب صغير دبدوب صغير لعبة طبعا لعبة دبدوب صغير. أمبريلا مظلة مظلة أوكي مظلة. تمام تمام. إذا Queen, Rabbit, Sofa, Teddy and Umbrella. Teddy and Umbrella. Okay. الأسئلة اللي تحت مش إشي كتير مهم. أنا قلت لكم بغلط الأسئلة. غلط السؤال رح يجي كالآتي مثل هيك. تحديدا تماما وبلا أي منازع. So, انسوا الأسئلة اللي تحت. نفتح الصفحة اللي بعدها. Skills time. Look, skills time. What can you see in the park? Point and say. Listen, read and point. طلعوا لي عليها. Look, this is park. This is a park. خليني أخذ التليفون أفرجيكم. So, ركزوا معي. Step 3.
تعالوا هيك. Skills time beige 40 look. Look, this is a park. هذا متنزه. Can you see the bags and the boys and girls in the park? في المتنزه. Where are their toys? أين هي ألعابهم? Can you help? تقدر تساعد? This is Toby. His toy is under a tree. تحت الشجرة. هيو. What is it? شو هاي? Car. It's a car. طيب. Number two. Her name is Sarah. اسمها سارة. Can you see her toy? تقدر تشوف لعبتها. It is on the slide. على السلايد. على الزحلاقة. شو هو? هيها. It's a kite. Kite. Right, a kite. Okay. Let's see. His name is Petey. His toy is in a football net. In the football net. في داخل الفوتبول نت. Can you see it? Yes, it's a frisbee. Frisbee. This is Anna. Her toy is under the swing. تحت الأرجوحة. What is it? Wow. It's a doll. It's a doll. Okay, read again, but the children and toys. الدول لمين؟ لأنا. So, بنوصلها مع رقم 4. الكار لطابي. كايت لسارة. وفريسبي لمين؟ لبيتي. So, نفتح الصفحة اللي بعدها. هاد عندنا إشي مهم. كيف بيجي السؤال يا ميس؟ بيجي السؤال حط لي دائرة على الكابيتال. مثلاً بجيب لك هاي الكلمة هون. هاي الجملة. Look at Billy and Rosie. Name. Just on name. بحكي لك حط لي دائرة. نفس السؤال هون. Let circle the capital letters at the start of the name. حط دائرة على الكابيتال letter فقط في الأسماء. فقط في الأسماء. في بداية الأسماء. My اسم. No, it's not اسم. مش اسم. My name's Rosie. Rosie اسم. إذا بتحط دائرة على Rosie. رح يجي السؤال كيف؟ هاي الجملة وبيكون في عندك الخيار A, الخيار B, الخيار C. الخيار A هو L, الخيار اللي بعده R, الخيار اللي بعده C. أنه الجواب الصحيح الـ R. فبتحط دائرة على الـ R. طيب إذا بيكون في عندك 1 مثلا L, 2 R, 3 C. وين الكابيتال لتر؟ احنا حكينا روزي. روزي بتبدا بشو؟ R. اذا الجواب R. شفتوا كيف؟ طبعا انتوا عارفين انه الفاينل هو عباره عن زي الفيرست والسكند. راح يكون ايش؟ راح يكون جوجل فورم كله ضع دائره. فبالتالي هذا هو هذا اللي راح يصير. طيب تمام. خلينا نفتح الصفحه اللي بعدها. تمام. هو بدايه ليونت 6. سو that's all for today. هاي هي مراجعة unit 5 وهذا كل إشي مهم بunit 5. فيش إشي مهم غير هيك. Thank you and bye bye.